طريقة الإجابة على الامتحان الجهوي مادة الرياضيات، وغادي ناخدو كنموذج ديال الجهات الضالة بتسطات دورة يونيو 2019. إذا بالنسبة لهذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على الطريقة الصحيحة للإجابة على الامتحان الجهوي، وغادي نناقشوا كذلك مسألة ديال التنقيط، يعني كيفاش كيتنقطوا لنا الأجوبة ديالنا. ونبداو على بركة الله. إذا التمرين الأول، في السؤال الأول عطاونا حل كل من المعادلتين، دونك عطاونا جوج ديال المعادلات بسيطة. وفي السؤال الثاني حل المتراجحة، دونك هي متراجحة كلاسيكية. وفي السؤال الثالث عطاونا النظمة. وفي السؤال الرابع عطاونا مسألة. دونك غادي نبداو ب المعادلة الأولى. دونك لدينا 3x زائد 1 تساوي x زائد 9. وظن الطريقة أو التقنية باش كنجاوبو على هاد المعادلة هادي كنا تعرفنا عليها السنوات الماضية، دونك كنديرو المجاهيل في طرف والمعالم في طرف. دونك يعني 3x ناقص x تساوي 9 ناقص 1. دونك هنا غيرنا x من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وغيرنا لها الإشارة ولات ناقص x، وواحد خديناه من اليمين وديناه اليسار، دونك تغير الإشارة لناقص 1. دونك 3x ناقص x هنا هي 2x، و 8 ناقص 9 ناقص 1 هي 8، يعني x تساوي 8 قسمة 2. دونك الى حبسنا هنا راه مزيان، سينو غادي نبسطو هادي. 8 مقسوم على 2 يعني كتساوي 4. دونك هذا هو الحل ديال المعادله الاولى. دونك كما كتلاحظوا هذه المعادله حليناها بلدينا، يعني الى غير ذلك. دونك انا غادي نعطيكم واحد الملاحظه، و دونك هي من الاحسن اننا نحل المعادله بلدينا، يعني افضل من لدينا. اذا دونك هذه خذوها عندكم. دونك هنا في هذه المعادله هذه عليها 0.5. السؤال مطروح هنا، واش هذه 0.5 غادي ناخذها كلها ولا غادي تنقص منها شي حاجه؟ الجواب هو غادي تنقص منها 0.25 في حالة كتبتها بهذه الطريقة هذه، يعني اكتفيت هنايا. علاش؟ المشكل كيجينا في هذه الجملة الأخرانية اللي كنساوها. إذا حل المعادلة هو 4، إذا هذه الجملة بوحدها راه عليها 0.25، دونك ما تنساوهاش نهار الامتحان. وندوزو السؤال الثاني. لدينا x زائد 1 عامل لاثنان x ناقص 5 تساوي 0. إذن هذه كما كنشوفوه هي جداء عددين معلومين، كما كنعرفو في الثانية إعدادي جداء عددين معلومين يساوي 0، يعني أحدهما يساوي الصفر. دونك يعني أن 2x ناقص 5 تساوي 0، أو x زائد 1 تساوي 0. دونك هذه قاعدة درسوها. دونك غادي نحل الاولى. اكس زائد 1 كتساوي 0، كتعني ان اكس كتساوي ناقص 1، يعني غيرنا 1 من اليسار الى اليمين مع تغيير الاشاره. و 2 اكس ناقص 5 تساوي 0، يعني غيرنا ناقص 5 من اليسار الى اليمين مع تغيير الاشاره، دونك كتولي 5. دونك بقى لنا مرحله اخيره، يعني اكس كتساوي ناقص 1 هذه احتفظنا عليها، و الثانيه اكس كتساوي 5 قسمه 2. دونك واش سالينا ولا مازال؟ دونك الى جاب الله حبسنا هنا غادي ناخذ 0.75. بقات لنا الجمله الاخيره اللي هي مهمه ديال صيغه مجموعه الحلول. اذا حلول المعادله هي ناقص 1 و5 على 2. دونك ردوا البال مزيان لهذه. وندوزو للسؤال الثالث. دونك في السؤال الثالث لدينا 3x ناقص 1 اصغر او يساوي ناقص x زائد 7. دونك الطريقة باش كنحلو المتراجحة هي نفسها طريقة باش كنحلو المعادلة، باستثناء أننا في القسمة أو الضرب في ناقص 1 كتغير لنا المتفاوتة. هذا هو الشرط الوحيد أو الفرق الوحيد اللي بيناتهم. دونك هنا غادي نكتبو، يعني
3 اكس زائد اكس اصغر او يساوي 7 زائد 1. دونك غيرنا ناقص اكس من اليمين الى اليسار وغيرنا ليه الاشاره ولا زائد اكس، وناقص 1 خديناه من اليسار الى اليمين وغيرنا ليه الاشاره ولا زائد 1. دونك يعني 3 اكس زائد اكس هي 4 اكس، و7 زائد 1 يعني كتساوي 8، يعني اكس كتساوي 8 قسمة 4. هنا قسمنا على 4، بما أن 4 عدد موجب فإنه خلينا المتفاوتة ما غيرناهاش، كون جاب الله كان ناقص تغير المتفاوتة. دونك هنا 8 على 4 من الأفضل أننا نبسطها، دونك تعطينا x أصغر أو يساوي 2. دونك هذه درنا الطريقة، دونك هاد الطريقة هادي إلا حفزتنا بحال هكا غادي ناخدو 0.5، وهاد المتراجعه هادي عليها نقطة. دونك فين مشات لينا 0.5؟ يعني في صياغة الحلول، يعني هنا إذا حلول المتراجعه هي جميع الأعداد الحقيقية الأصغر من أو يساوي 2. هنا الطريقة ديال صياغة الحلول يعني إما كتكون على شكل جملة أو على شكل مستقيم، إما غنصيغوها بالطريقة هذه إما بالطريقة الثانية اللي هي هذه. دونك إكس أصغر أو يساوي 2 يعني كنمثلو واحد المستقيم كنمثلو فيه صفر ومثلنا 2، دونك مجموعة الحلول هي الجزء الملون بالأحمر. وهنا خصكم تردوا البال المعقوفة هذه اللي كاينة هنا، خصكم تردوا ليها البال مزيان، هذه راها مغلقة في جهة الحلول. امتى كنديروها مغلقة في جهة الحلول؟ اذا كان او يساوي، اذا عندنا او يساوي كنديروها مغلقة في جهة الحلول. اذا كانت قطعا، اذا كانت عندنا في يعني في في المتفاوتة ديالنا كانت قطعا هنايا، دونك كنديروها مفتوحة على جهة الحلول، يعني بحال كتعطي الظهر لجهة الحلول. دونك قلنا اما كنستعملوا هذه الصياغه هذه اما كنستعملوا هذه، وحده فيهم ما كنديروهمش بجوج، كنديروا غير وحده. دونك هذه الصياغه بوحده راه عليها 0.5، دونك ردوا البال مزيان. وغادي ندوزو النظمات. دونك قلنا الطريقه باش كنحلوا النظمه كاينين ثلاثه طرق، كاين طريقه التعويض وكاين الطريقه التاليفيه الخطيه وكاينه الطريقة الميبيانية. دونك غادي نشوف الطريقة التعويض. دونك المعادلة الأولانية 3 إكس زائد 2 إكس كتساوي 53 سميتها 1، و 4 إكس زائد إكس كتساوي 49 سميتها 2. إذا أولا سنبحث عن قيمة إكس في المعادلة الأولى. دونك المعادلة الأولى هي 3 إكس زائد 2 إكس كتساوي 53، يعني أن 2 إكس كتساوي 53 ناقص 3 إكس. هنا غيرت 3 إكس من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى، يعني غيرت لها الإشارة ولات ناقص. من بعد غادي نديرو قسمة 2، دونك إكس كتساوي 53 ناقص 3 إكس قسمة 2. من بعد هنا شنو غادي نديرو فاش كنحصلو هادي؟ كنعوضوها في الثانية، دونك نعوض قيمة إكس في المعادلة الثانية فنحصلو على، دونك المعادلة الثانية هي 4 إكس زائد إكس كتساوي 49، دونك غادي تصبح لنا 4 إكس زائد 53 ناقص 3 إكس على 2 تساوي 49. دونك من بعد غادي نحلو هاد المعادلة. باش نحلو هاد المعادلة غنديرو التوحيد ديال المقام، دونك غتعطينا هي 4 إكس في 2 زائد 53 ناقص 3 إكس على 2 تساوي 49، يعني أننا غادي ناخدو 2 غادي نديوها الجهة اليمنى، غادي تكون 49 في 2. من بعد غادي نبسطو 8 إكس ناقص 3 إكس هي 5 إكس، زائد 53 و 49 في 2 تساوي 48، يعني 5 إكس كتساوي، غادي نديو المعالم عند المعالم، دونك تكون 98 عفوا ناقص 53. وهذه كنحسبوها بكالكيلاتريس حيت مسموح باستعمال الآلة الحاسبة، دونك تعطينا النتيجة 45. من بعد يعني أن إكس كيساوي 45 قسمة 5 اللي هي 9. من بعد اش غنديرو في هاد الحالة؟ غادي نعوضو إكس بقيمة 9 في المعادلة إكس
تساوي 53 ناقص 3 إكس على 2، اللي هي هذه اللي كنا ديجا شفناها، اللي هي اللي حصلنا عليها في هذه الحالة هذه، اللي هي هذه. دونك هنا عوضنا، دونك غادي تعطينا هي إكغيك تساوي 53 ناقص 3 في 9 على 2، دونك تساوي 53 ناقص إذا 9، 3 في 9 هي 27، و 53 ناقص 27 هي 26 على 2، دونك تساوي 13. دونك في هذه الحالة لقينا القيمة ديال إكس ولقينا القيمة ديال إكغيك، كتبقى لنا الجملة الأخيرة. إذا حل النظمة هو الزوج. إذا كنحلو القوس أو كنبداو بالقيمة ديال إكس هي الأولى، فاصلة فوق منها نقطة 13. هذه هي طريقة التعويض، وغادي نشوفو طريقة التأليف الخطية. إذا الطريقة ديال التأليف الخطية كما العادة، سمينا الأولى واحد وسمينا الثانية اثنان. نضرب طرفي المعادلة واحد في ناقص واحد، وطرفي المعادلة الثانية غنضربوها في اثنان فنحصل على، دونك الأولى اللي ضربنا في ناقص واحد علاش باش تعطينا ناقص 3 إكس ناقص 2 إكغيك كتساوي ناقص 53. المعادلة الثانية ضربناها في اثنان باش تعطينا 8 إكس زائد 2 إكغيك، و 49 في 2 هي 48. هنا درنا هاد القضية هادي ديال الضرب في ناقص واحد ضرب في اثنان، باش إلا جمعنا هنا درنا الجمع ناقص 3 إكس زائد ناقص 3 إكس زائد 8 إكس عطاتنا 5 إكس، والناقص 2 إكغيك زائد 2 إكغيك فهي أعداد متقابلة دونك تعطينا 0 إكغيك، والناقص 53 زائد 98 النتيجة هي 45. دونك غادي تصبح عندنا المعادلة هي 5 إكس تساوي هنا ماشي 59 أعدادية، دونك غتكون هي 45. يعني أن إكس تساوي 45 قسمة 5 يعني 9. من بعد اش غنديرو؟ ثم نعوض إكس بقيمته اللي هي 9 في المعادلة، وحدة ديال المعادلة إما الأولى إما الثانية، نختار الثانية حيت فيها فهي بسيطة، انت خصك ديما تلاحظ شكون هي البسيطة فيهم. دونك تعطينا 4 إكس زائد إكغيك تساوي 49. دونك 4 في 9، دونك عوضنا إكس بالقيمة ديال 9 زائد إكغيك تساوي 49، يعني 4 في 9 يعني 36 زائد إكغيك تساوي 49. كتبقى لينا المرحلة الأخيرة اللي هي إكغيك تساوي 49 ناقص 36، يعني دينا 36 الطرف الثاني مع تغيير الإشارة، دونك غادي تكون النتيجة هي 13. إذا حل النظمة هو الزوج 9 13. إذا هنا كتستعمل اللي بغيتي، إما غتستعمل طريقة التعويض، إما التأليف الخطية، إما الحل المبياني. بالنسبة لهذا المثال هذا ما قدرش ندير الحل المبياني حيت هما أعداد كبار بزاف كما كتلاحظوا، 53 49 ما يمكنش نمثلهم في المبيان، دونك داكشي باش اكتفيت بطريقه التعويض والتأليف الخطيه. دونك الا استعملتي احدى هذه الطرق كتكون عندك 0.5، الا لقيتي القيمه ديال اكس كتكون عندك 0.25، والا لقيتي القيمه ديال اي كتكون 0.25. دونك الا جاب الله لقيتي اكس ما لقيتيش اي راك تعطاك 0.25 وكتكون محروم من 0.25 ديال إكغيك. ومن بعد غادي نمشيو المسألة. دونك في المسألة هذه نقراوها. اشترت فاطمة عند بائع الفواكه 3 كيلوغرام من الموز و 2 كيلوغرام من التفاح وأدت له 53 درهم. دونك شرات 3 كيلو ديال البنان و 2 كيلو ديال التفاح 53 درهم. كما اشترى أحمد عند نفس البائع 8 كيلوغرام من الموز و 2 كيلوغرام من التفاح وأدى له 98 درهما. دونك هنا عند نفس البائع السي أحمد شرى عنده 8 كيلو ديال البنان و 2 كيلو ديال التفاح ب 98 درهم. هنا ما عرفناش الثمن ديال البنان وما عرفناش الثمن ديال التفاح، دونك غادي نستعنوا بالمعطيات ديال
فاطمة والمعطيات ديال أحمد باش نخرجه الثمن ديال كل واحد. إذا السؤال هو حدد الثمن 1 كيلوغرام من الموز وواحد كيلوغرام من التفاح لدى هذا البائع. إذا أول حاجة خصنا نقلبو على المجاهيل باش نصيغو المعادلة ديالنا. إذا المجهول هنا هو الثمن ديال البنان والثمن ديال التفاح. إذا خدينا إكس هو الثمن ديال 1 كيلوغرام من البنان، وخدينا إكريك هو الثمن ديال 1 كيلوغرام من التفاح، هما اللي ما معروفينش. إذا غادي نشوفو يعني الصيغة ديال فاطمة. الصيغة ديال فاطمة فيها اشترت فاطمة عند بائع الفواكه 3 كيلوغرام من الموز. دونك 3 كيلوغرام من الموز، اشنو كتعني هذه؟ هذه كتعني بالصيغة الرياضية بمعنى اشترت 3 في إكس، يعني 3 كيلو ديال 3 كيلوغرام ديال الموز مضروب في الثمن ديالهم، والثمن ديالهم قلنا هو إكس، دونك 3 في إكس. و2 كيلوغرام من التفاح، دونك شرات 2 كيلوغرام مضروبة في الثمن ديال التفاح اللي هو مجهول اللي هو إكغيك، وأدت 53، دونك النتيجة تكون هي 53. دونك هذه هي صيغة المعادلة الأولى. وفي الصيغة ديال المعادلة الثانية اللي فيها أحمد، اشترى أحمد عند نفس البائع 8 كيلوغرام من الموز، دونك هنا شرا 8 كيلوغرام من الموز بالثمن ديال الموز اللي هو إكس، دونك شرا تعطينا النتيجة هي 8 إكس، دونك هنا 8 إكس. وشرا 2 كيلوغرام من التفاح بشحال؟ بإكغيك ما عرفناش، دونك تعطينا 2 إكغيك تساوي 98. دونك في هذه المعادلة هذه كنلاحظوا بلي راه كاين 8 و 2 و 98، دونك كنلاحظوا بلي راه ممكن نقسمو على 2، دونك غادي تكون عندنا هي 4 إكس زائد إكغيك تساوي 49. دونك في هذه الحالة عندنا جوج ديال المعادلات، عندنا المعادلة الأولى بالصفر وعندنا المعادلة الثانية بالصفر. دونك هادو هما اللي غادي يعاونونا باش نخرجو الثمن ديال الموز والتفاح. دونك الثمن 1 كيلوغرام من الموز و1 كيلوغرام من التفاح هو حل النظمة. دونك حطينا المعادلة الأولى اللي فيها فاطمة، وحطينا المعادلة الثانية ديال أحمد. دونك كيما كنلاحظو بلي راه هاد النظمة هادي سبق لينا أننا حليناها في السؤال السابق وكنكتبو، وحسب السؤال السابق فإن حل هذه النظمة هو الزوج 9 13، وقلنا 9 هو قيمة إكس و13 هو قيمة إكغيك، ومنه ثمن 1 كيلوغرام من الموز هو 9 دراهم، وثمن 1 كيلوغرام من التفاح هو 13 درهم. المسألة ديال التنقيط اللي بقات لينا، دونك هنا هاد المسألة هذه عليها 1.5. الصياغة ديال النظمة بوحدها، يعني الصياغة النظمة يعني هادو اللي بالصفر اللي كنهضر عليهم إضافة إلى الأولانية ليكون إكس هو 8 1 كيلوغرام من الموز وإكغيك 8 1 كيلوغرام من التفاح، هذه بوحدها عليها 0.5. وفاش كدير هاد الصياغة بهاد الحالة بهاد الطريقة هذه وكتلقى إكس وإكغيك راه عليها نقطة، دونك هنا كتحصل على نقطة ونصف. هنا عندنا بعض الإضافات. أحد التلاميذ سولني واحد المرة، أستاذ قلت لينا يعني حل النظمة، بما أنك قلت لينا حل النظمة دونك عرفتي بلي راه هاد المعادلة هاد النظمة هذه كتقبل حل حيت قلت لينا حل النظمة. سولني أستاذ شنو هي الطريقة باش كنعرفو بلي راه النظمة كيكون عندها حل ولا ما كيكونش عندها حل. دونك الجواب هو هذا. دونك خدينا النظمة الأولانية، خدينا المعادلة الأولانية 3 إكس ناقص 2 إكغيك تساوي 17، هادي خديتها من عندي، و إكس زائد 4 إكغيك تساوي 1. واش هادي كتقبل حل أو لا؟ أشنو غنديرو هنا؟ غادي نرجعو المعادلة الأولانية نكتبوها على شكل معادلة مستقيم. دونك لدينا 3 إكس ناقص 2 إكغيك تساوي 17، وغادي نكتبو إكغيك بدلالة إكس. دونك دينا 3 إكس لديك الجهة الأخرى وتولد ناقص 3 إكس، تكون ناقص 3 إكس زائد 17. من بعد غادي نقسمو على ناقص 2، وغادي نحصلو على 3 على 2 إكس ناقص 17 على 2. هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم كما تعرفنا عليها في الدرس. وخدينا المعادلة الثانية اللي هي
اكس زائد 4 واي تساوي 1، درنا ليها نفس الشيء، خرجنا منها المعادلة المختصرة ديال المستقيم. دونك 4 واي تساوي ناقص اكس زائد 1، من بعد قسمنا على 4 وكتعطينا ناقص 1 على 4 اكس ناقص 1 على 4. هنا بما ان هاد الجوج يعني المعامل الموجه ديال المستقيم الاول هو 3 على 4، والمعامل الموجه ديال المستقيم الثاني هي ناقص 1 على 4، تعرفنا على الخاصيه انهم اذا كان عندهم معامل الموجه مختلفان فان المستقيمان يتقاطعان. بما انهما يتقاطعان فانهما يتقاطعان في نقطه، بما انهما يتقاطعان في نقطه فان هذا هو حل النظمه ديالنا. دونك هنا بما انهما متخارج يعني 3 على 2 يخالف ناقص 1 على 4 فان النظمه تقبل حلا. وامتى ما غاديش تقبل الحل؟ الى عندهم نفس المعامل الموجه. دونك كون جاب الله كانت هنا 3 على 2 وفي الثانية كانت 3 على 2، دونك عندهم نفس المعامل الموجه. الى عندهم نفس المعامل الموجه يعني مستقيمان متوازيان، دونك النظمة ما غاديش تقبل الحل في حالة انهم ما عندهمش نفس هذا اللي كاين هنا، الارتوب عند الاصل.